قدمنا اليوم بتاريخ 17 مايو من العام 2021 دعما من المعدات اللوجستية والمستلزمات التعليمية لمركز هوري لحماية وتعليم الأطفال الذي تأسس بداية عام 2017 في بلدة المعروف بمقاطعة قامشلو بأقليم الجزيرة. المركز الذي هو عبارة عن مدرسة مغلقة يضم الأحداث الذين تم تجنيدهم من قبل تنظيم داعش للمشاركة في العمليات القتالية والإرهابية ضد قوات سوريا الديمقراطية وسكان المنطقة. يهدف منذ تأسيسه لإعادة تأهيل الأحداث ودمجهم في المجتمع من خلال تقديم الدروس التعليمية المختلفة وفق فئات عمرية محددة. كذلك يتلقى الأطفال في المركز الدعم النفسي والاجتماعي من خلال العلاج النفسي ومحاضرات في الإرشاد النفسي في مجالات متنوعة، إضافة لتقديم العلاج والخدمات الصحية من عمليات جراحية وطبابة للمتواجدين في هذا المركز. نجتمع مع قوات التحالف الدولي المتمركزة في شمال شرق سوريا من أجل إيجاد حل مناسب لهؤلاء الأطفال الذين هم من الأجانب وإيجاد أو وضع أو نقول عمل محكمة دولية مشان يحكمون هذا الأولاد، لأن في أكثرهم متورطين في عمليات تخريبية كبيرة حتى متلوثة أيديهم بالدماء.